طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى عمرو. يعني الحقيقه مشوار حافل و35 سنه ولا 36 سنه الحقيقه، واداء رائع لغايه اللحظه الاخيره، يعني او مش اللحظه الاخيره، انت لسه قدامك العمر بسم الله ما شاء الله زي ما انت من ما بدات لغايه دلوقتي. عمرو لعب في كاس عالم للانديه مع النادي الاهلي، ولعب خد بطوله السوبر الافريقي مع النادي الاهلي، ماتش الجيش الملكي على ما اتذكر بتاع كابتن صلاح حضر اللي صد فيه ضربه الجزاء ده، وكنت انا موجود وكنت موجود في الكاس بتاع كابتن وائل جمعه اللي لعب كره بدماغه قدام انبي وكاس عالم الانديه اول مره خالص، كنت موجود وخدنا الدوري ساعتها. السنه دي خدنا فيها دوري برضو، يعني حضرت معاكم يا كابتن اسلام ثلاث سنين. بس انا نفسي تقول لي الحوار اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي في الاوف في بره الهوا، يعني انت كنت بتقول لي كلمه حلوه قوي، تقول لي انا ما عنديش مشكله دلوقتي حالا امضي للنادي الاهلي ولو ببلاش، الانتماءات اتغيرت. اه والله بص يا كابتن، النادي الوحيد اللي في العالم من وجهه نظر الشخصيه هو النادي الاهلي، انا بعشق النادي الاهلي. في فرق بين لعبت في النادي الاهلي سنين وفرق بين انت متربي في النادي الاهلي. انا متربي في النادي الاهلي، انا رحت النادي الاهلي كابتن سامر عندي 10 سنين. ياه 10 سنين يعني النادي الاهلي دخلني، كنت رايح وانا عندي خمسه، وانا في خمسه ابتدائي. النادي الاهلي حول لي مدرستي وانا في اولى ابتدائي واولى اعدادي، فمن اولى اعدادي ودخلني ثانوي وكليه، وقعدت 10 سنين في النادي الاهلي قبل ما احترف في اليونان. فالنادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا. فده مش كلام، انا بصراحه بقول بجد، يعني النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي انا امضي بلاش وامشي، وماليش دعوه باللي جنبي بياخد كام. يعني اللي جنبي بياخد ملايين ماليش دعوه، انا بحب النادي الاهلي، انا بعشق النادي الاهلي من صغري يعني. فده بصراحه دي حقيقه، مش مجامله ولا اي حاجه. النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن اسلام، اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي يعني.